مرحبا تلاميذ الصف الثاني، شلونكم؟ شخباركم؟ درسنا لهذا اليوم الطرح الذهني، صفحة 76. طبعا الطرح الذهني أغلب التلاميذ الصف الثاني يعانون من عنده، ولكن الطرح الذهني له 3 خطوات. إذا حفظتهم 3 خطوات حيصير الحل كل السهل بالنسبة لك. عندنا يمكننا أن نطرح 36 ناقص 17 دون استعمال القلم. عندنا هنا الخطوة الأولى، استعمل الجمع لأجعل العدد الأصغر العشرات كاملا، يعني أنظر إلى العدد الأصغر. من العدد الأصغر من هذه 36 أصغر و 17؟ أكيد 17 هي الرقم الأصغر. أول خطوة أباوع إلى الرقم الأصغر، أباوع للرقم الأصغر عندنا 17. عندنا يقول أريد ال 17 تصير من مكملات العشرة. شنو مكملات العشرة؟ العشرة 20 30 40 50 60 70 80 90. عندنا 17، إيش قد أخلي عليها وتصير من مكملات العشرة؟ 17، 18، 19، 20. إذن كم رقم؟ 3 أرقام. الخطوة الثانية شنو أسوي؟ أجمع الرقم الأول مع 3 والرقم الثاني الصغير مع 3، طلعت لي 17 زائد 3 20، وأجمع الرقم الثاني كذلك برقم 3 36 زائد 3 39. شو سوي الخطوة الثالثة؟ أنقص 39 ناقص 20، 39 ناقص 20 مثل ما تلاحظ، 39 ناقص 20 طلعت لي 19. إذن 36 ناقص 17 هي 19. عندنا يقول مثلا ليش أنا ما أطرح يعني بصورة مباشرة، ليش هيك أسوي؟ أولا لأن 6 ناقص 7 ما يصير، لازم أخذ من العدد اللي يمها، وأنتوا بعدكم ما ماخذين إعادة تسمية، يعني ناخذ مني اللي الرقم اللي يمه، أو يصير 16 ناقص 7 وهكذا. لهذا هذه الطريقة تحتاج لها شوية انتباه قليل، وبعدها تصير كل السهلة بالنسبة لك. نجي هنا نحل رقم 2، 64 ناقص 39. أجي أباوع إلى الرقم الأصغر، منو أصغر؟ 64 يو 39؟ 39. 39 شقد أخلي لها وصير من مكملات العشرة؟ قلنا مكملات العشرة 10 20 30 40، بما أن 39 إذن 39 40، إذن زودنا بس 1، نزود هذا الرقم 1 والرقم الثاني كذلك نزوده 1. نقول 39 زائد 1 يساوي 40، و64 ناقص زائد 1 يساوي 65. اللي وراها شنو أسوي الخطوة الثانية؟ أقول 65 ناقص 40، 5 ناقص 0 5، 6 ناقص منها 4 2. إذن 64 ناقص 39 تساوي 25. أجي لرقم 3، أكتب هنا 25. رقم 3 يقول 56 ناقص 27. أول خطوة شنو قلنا؟ ننظر إلى الرقم الأصغر. هنا منو الرقم الأصغر؟ 56 يو 27؟ 27. شنو أسوي؟
أقول 27 شقد أخلي فوقها وصير من مكملات العشرة؟ أدنى 27 28 29 30. إذن 1 2 3 نقول زائد 3 زائد 3. شنو أخلي له رقم الصغير؟ لازم أخلي له رقم الكبير. أقول 27 زائد 3 يساوي 30. 56 زائد 3 59. أرجع أقول 59 ناقص 30، أنقص العدد الكبير من العدد الصغير. أقول 9 ناقص 0 9، 5 ناقص 3 29. إذن الرقم 56 ناقص 27 ساوي لي 29. أجي رقم 5 33 ناقص 15. هنا 15 شقد أخلي لها ويلا تصير من مكملات العشرة؟ أحسب بين وبين نفسي 15 16 17 18 19 20. 1 2 3 4 5 نقول زائد 5 زائد 5. 15 زائد 5 يساوي 20. 33 زائد 5 3 زائد 5 8. 3 تنزل صار 38 أو 20. شنو أسوي؟ أنقص 38 ناقص 20. 8 ناقص 0 8. 3 ناقص 2 1. إذن 18. إذن الناتج 33 ناقص 15 هو 18. عندنا رقم 4 82 ناقص 48. أجي أحسب أقول 48 شقد أخلي لها يلا تصير من مكملات العشرة؟ أقول 48 49 50. إذن 2 زائد 2 أزود. شنو أزود للرقم الصغير؟ أزود للرقم الكبير. أقول 48 زائد 2 50. 82 زائد 2 ساوي 84. شنو أسوي الخطوة الثالثة؟ أنقص 84 ناقص 50. 4 ناقص 0 4 و8 ناقص 5 3. إذن هذا الرقم 82 ناقص 48 34. رقم 6 39 ناقص 21. 21 إشقد أخلي لها يلا توصل من مكملات العشرة؟ أجي أحسب بينه وبين نفسي 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. أجي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذن أقول زائد 9 زائد 9. 21 زائد 9 ساوي 30. 39 زائد 9 9 زائد 9 18. 1 باليد 3 1 4. نيجي نقول 48 ناقص 3 30 8 ناقص 0 8 4 ناقص منها 3 يبقى 1. إذن هذا 18 و39 ناقص 21. عندنا رقم 7 48 زائد 26. أما أحسب بصابيعي أقول 26 27 28 29 30. إذن زائد 4 زائد 4. أو أحسب بينه وبين نفسي أقول 26 27 28 29 30. 1 2 3 1 2 3 4. أقول 26 زائد 4 و48 زائد 4. 26 زائد 4 30. 8 زائد 4 12. 1 باليد. إذن 52. شنو أسوي الخطوة وراها؟ أقول 52 ناقص 30. 2 ناقص منها 0 2. 5 ناقص منها 3.
اثنين إذن اثنين وعشرين، نقول هنا 23. إيش قد أخلي لها؟ يلا صار 30 من مكملات العشرة. احسب بينك وبين نفسك، ها؟ إذن هي 23 عوزها 7 على مود توصل 30، وهنا هم نقول زائد 7. نقول 23 زائد 7 30، 51 زائد 7 58. شنو أسوي؟ أطرح 58 ناقص 30، الرقم الكبير من الرقم الزائر، أيوة الرقم الثاني من الرقم الأول. 8 نقص منها 0 8، 5 نقص منها 3 2، عندنا 60 و 48. 48 إيش قد أخلي لها يلا توصل للخمسين من مكملات العشرة؟ نقول 48 49 50، إذن 2 مو زائد 2، هنا هم زائد 2. شنو نطلع الرقم الأول نطلع الرقم الثاني. نقول 48 زائد 2، 8 زائد 2 نقول 50. هنا الرقم الثاني 90، هذا الرقم التدريب. 60 زائد 2 62. نقول 62 ناقص 50، 2 نقص منها 0 2، 6 نقص منها 5 يبقى 1. إذن الناتج هو 12 اللي هي 60 ناقص 48. عندنا 39، إيش قد يلا توصل من مكملات العشرة؟ 1. نقول 39 زائد 1 40، 72 زائد 1 73. نقول شو نسوي؟ نقص 73 ناقص 40، 3 نقص منها 0 3، 7 نقص منها 4 3. وهذا طريقة الطرح الذهني، إن شاء الله استفادتم من الطريقة، تكون سهلة عليكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل الدروس والشروح إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.